السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مستمعين على فاتح الامجاد، نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال احسن الظروف، وعيد مبارك سعيد للجميع. كما كتلاحظوا معايا كنشارك معكم هاد الديوان اللي الكل كيعرفها والكل كيعملها، وهي حلوه البهله. نبداو على بركه الله. عندنا 250 غرام ديال الزبده، النوعيه جيده بطبيعه الحال. كما كتلاحظوا معايا تكون بدرجه حراره المطبخ، ثم تضيف عليها جوج كيسان ديال العنبه ديال السكر حبيبات، من بعد تضيف عليها جوج شاصيه ديال الفانيلا يعني 8 غرام كل وحده. من بعد كنضيفو ملعقة صغيرة ديال القرفة تكون عامرة مزيان، هاد الأثناء كنخدمو الزبدة والسكر والقرفة مزيان جيدا. من بعد كنضيفو جوج كيسان ديال العنبة والزيت مائلة، ونخلطو جيدا كذلك. من بعد كنضيفو جوج كيسان ديال الجزلان، كاس طحان وكاس زيتو هكاك، وكنضيف كذلك زلافة يعني تقريبا جوج كيسان ديال العنبة ديال اللوز، سخنتو سهرتو شوية وطحنتو مهرمش، خليتو مهرمش هكا كيما كتلاحظو. ونضيفو في الأثناء نضيفو خمارة بيكين باودر على الدقيق، نهربوهم جيدا. بالنسبة للخمارة بيكين باودر غنستعملو جوج صاشيات كل وحدة 10 غرام، ونخلطو الخليط جيدا بطبيعة الحال. من بعد ما نهربلو الدقيق ديالنا، بطبيعة الحال الدقيق كيبقى على حساب الخليط وعلى حساب نوعية الدقيق، هي واش الدقيق ممتاز ولا على حسب، المهم على حسب النوعية ديال الدقيق. كنخدمو المكونات جيدا مع بعض، كتبغي الخدمة مزيان، الخدمة بحال الشكل اللي غندلكوها بحال هكا كيما كتشاهدو معايا. بالنسبة للدقيق تقريبا كيلو ديال الدقيق مكاملش، ناقص منو شي حاجة يعني مكاملش. والخليط ديالنا كيصير جاهز على هاد الشكل، وكنجربو نشوفو واش كيتكون لينا. إلا تكون لينا صافي راه الحمد لله راه جاهز كيما كتلاحظو معايا. هاهو الخليط ديالنا صار جاهز، متشوفوش الخليط على هاد الشكل تقولو راه كتجمع لينا، حيت هي أصلا هي الشكل ديالها هي كيجي هكا. المهم دابا إن شاء الله غنشكلو الحلوة ديالنا على شكل كويرات على حساب الرغبة، بغيتو كبار ولا صغار خليكم معانا. I'm not.
من بعد ما كنشكل الكويرات ديالنا على الشكل كما كتلاحظوا معايا، كنحاولوا نضغطوا عليها شويه من الفوق، وفي هذه الاثناء كنكون مشعله الفرن على درجه الحراره 200 درجه باش يكون سخون. هو السر في هذا الحلوه هو الفرن يكون سخون مزيان باش كتشقق لنا الحلوه ديالنا بهذا الشكل. كنضغطوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا، وندخلوها ان شاء الله الفرن حتى تنضج لنا حتى تطيب لنا بطبيعه الحال. هاهو الشكل ديالنا تقريبا. هاد الكمية ديال الخليط كتخرج لنا تقريبا بزاف ديال الحلوة، كتخرج لنا كتير هاد الحلوة. كما كتلاحظو ها الحلوة ديالنا كي خرجات كي كتشوفوها جات مشقة ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها على الطريقه ديالي. كذلك الطاوه الثانيه هي هذه. بطبيعة الحال عندي الفران الطاوه كما كتلاحظوا صغيره، كنبقى نلعب انا وياه شويه المويه ديال بالشكل الثاني. ها هي خرجت ما شاء الله، كل الاولى في الثانيه ما شاء الله خرجت مشقه. كنتمنى انكم تجربوها على الطريقه ديالي، ونتمنى ان الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال احسن الظروف، اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. خليكم معايا وما تنساوش لي لايك والبارطاج وتعليقاتكم الزوينه. دمتم في امان الله، وكل عام وانتم بالف خير. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير.